والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأسرة المسلمة الأولاد الرضاعة إرضاع الكبير. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وعن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. ما يحرم بالرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ذني له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد.